الصفة ديالي نجار، الاسم الاولى ابراهيم. بغيناك تهضر لينا شويه هذا المشروع. انتما كنتو في سوق ساعه وجابوكم لهذا المشروع الجديد، بغينا تهضروا لينا شويه على هذا المشروع وكيفاش جاكم والاستفاده ديالكم منه. وحنا باقي ما شفناش الاستفاده. بالنسبه ليهم هما راه ضغطوا علينا تقريبا وجابونا لهذه البلاصه هي فينا هي، وحنا راه جينا بالزمن لهنا ماشي زعما لخاطرنا، والاكثريه فينا حنا تقريبا هنا راس ماله مشى، حنا دابا بقينا هنا ضايعين. وراه بالنسبه للجديد راه ما كاينش، بالنسبه للسوق اللي كيوعدونا به بالنسبه لهذا السوق الجديد ديال المشروع ديال سيدنا كيوعدونا به، وربما حنا كنسمعوا بأحنا ما داخلينش فيه. لا حقيتاش حنا بالنسبه لهم هما دايرين لنا 2 متر ولا على 4 متر، ولا واش انا غنمشي 2 متر ولا 4 متر لذاك المشروع، حنا راه ما كاينينش فيه. شوف هذا المشروع كنسمعوا بأن هذا المشروع تفوض وحدين اخرين، راه متفوض وحدين اخرين، راه ماشي راه الاكثريه راه عارفه هذه القضيه. يعني كاين سير ما عطيش تقسيمه هي، ما كاينش تقسيمه بصفه نهائيه كاع. وحنا جابونا لحونا هنايا ما بدون سابق انذار، كاع تقريبا جابونا لحونا هنا وفي رمضان ضغطوا علينا وكيضربوا الناس العاديه لنا بالتراكسات. وحنا ملي جينا لهنا جينا هنا تقريبا مفلسين، راه ما كاين حتى واحد زعما بالنسبه للبنادم اللي كيصور القوت اليومي ديالو، راه ما كاينش هنا، راه ما كاينش بنادم ما اكثر من الضايع هنا. دابا حنا الاكثريه هنا هو فينا، ويلا دزتي هنا دابا الاكثريه، دابا حاليا دابا الناس كاينين اللي رافضين باش يجيو لهذا المشروع، كاينين هما تقريبا في سوق ساعه راه باقي صحاب السانيتير تما راه رافضين. لا حقيتاش شافوا حنا بحال قلنا حنا القدوه ديالهم، شافونا حنا شنو وقع لينا، ربما يوقع لهم اكثر من هادشي اللي يوقع لينا حنا. راه هما دابا ما تينتظروا تقريبا، راه كيموتوا عرق بعرق، راه حنا بحالنا راه بحال في صالونه. الاكثريه بالنسبه للقيصريه راه خلاوها بلاصتها، ولكن اكثريه تيقول بان هذيك القيصريه هي راه غير موقعتها، راه حيت اكثريه دابا بالنسبه لهاد صحابها هما فينا، هما اللي جابوا صحاب الفخار وصحاب الخضاره، راه جابوا من لهنايا، راه جابوا مؤخرا، راه شفتهم هنا، راه ما فينا مركز راسي وليهم بلايصهم، راه جابوا من لهنا، ولكن تحت ضغوطات بانك انت الا ما بغيتيش تحيد من هنا هاك هالبون ديالك. ولكن واش بالنسبه لهذا البون وهذه الورقه مثلا، عطينا شي ورقه، ولكن هذه الورقه شهاده اداريه، غدا ولا بعد غدا غيمشي قايد مثلا ولا غيمشي العامل، غتجي مثلا اداره مسؤولين اخرين غيقول لنا انتم ما حنا هادشي ما فعلناش هادشي. وهذا السوق بالنسبه لكم اللي كنتو كتشوفوا فيه بالنسبه راه غير سميتو نموذج، واش سوق نموذجي؟ واش انا غنمشي نبيع العقيق؟ راه ما يلاقش لي انا بالنسبه لهذاك السوق، وهذاك السوق تيقول اكثر بانهم متفوض لوحدين اخرين، هادشي اللي كاين. وبالنسبه لك شنو الرساله الاخيره اللي كتبتي؟ والرساله الاخيره وكنتمناو اش غنقول، كنتمناو الخير وكنتمناو لهاد الناس هما فينا هما اش غنقول لك، راه كيعجز اللسان. كيعزل اللسان بالنسبه لهادشي اللي كيوقع لنا حنا هنا، راه ما كيبقى لنا غير الدموع. انا بالنسبه لهادشي اللي وقع لنا حنا راه بزاف علينا، حنا كنمشيو حنا عندنا الدراري ديالنا حنا ضربه. انا بالنسبه لي انا ملي كنعقل على راسي انا دخلت تقريبا 75 في هاد المسيره، دزت 5 سنين مسيره دخلت انا لدوار جديد، شفت تقريبا هادي شحال هادي من سنه وانا باقي ضايع، ما كاين مستقبل لا تاع حد. ابراهيم نيلالي تاجر سوق الصريحين. واش نقول لك؟ المهم حنا جينا في اطار اخلاء الوعاء العقاري اللي كاين في سوق الصريحين، داخلين في اعاده البرنامج التهيئه ديال سوق الصريحين، جابونا لهنا مؤقت بشكل مؤقت على ما يوجد المشروع، وغادي نتحولوا ليه. وعطونا واحد الشهاده اداريه تثبت اننا تحولنا مؤقتا لهنايا على ما يوجد المشروع، عاد نرجعوا ليه ونسلموا المحلات ديالنا. ولكن المحلات ديالنا غادي تسلموهم، كنا دابا حنايا مجانين خدامين مجانين من شحال هادي، ولكن دابا حاليا ملي غادي ملي تحولوا ليه غتولي كرا، يعني غتكون واحد العلاقه تعاقديه ما بيننا حنا والاوقاف، حيت الارض تابعه للاوقاف. ولكن المشكل عندنا حنا الكيد شرط الفتره التحملات مازال ما خرجش، ما عارفينش كيفاش شنو غيكون. دابا حنا مازالين عندنا واحد الشبح واحد الخوف من هذاك دفتر التحملات، دفتر التحملات شنو غيكون فيه البنود هذيك ما عارفينهمش، هذا هو اكبر هاجس عندنا حنا، ما عارفينش شنو غتكون، كيفاش غتكون العلاقه التعاقديه مع الاوقاف. الثمن ما عرفناش كيفاش غيكون. بالنسبه للتفويت واش ممكن نفوتوا ولا لا؟ مجموعه المشاكل عندنا، هذا هو المشكل، هذا هو المشاكل ومشاكل اخرى كاينه. يعني بالنسبه للتغيرات كيفاش تغير بين بناتكم؟ ملي تحولنا لهنا دابا تقريبا شي 5 شهور دابا، وقيله من مور من رمضان لهنايا 5 شهور تقريبا.
هنا يتحول تي راه ماشي بحال راه الانسان ملي تيتحولها من دار السكنه من دار لدار تيكون عنده شحال عاد يولف. ما حنا يعني مشى لنا الكليان ديالنا مشات لنا الخدمه ريحنا هادي مصاريف كثيره وقال لحد الان مازال تنعانوا ما كاين ركود اقتصادي اكثريه هنايا تتشوف السوق ها البيع والشراء كاين ما كاينش كليان يعني حتى الكليان ديالنا مشاو اللي كانت يتسال شي حاجه مشاو لكن ما بقاش يعرفوا كاين كانوا الناس تعرضوا لشي ثلاثه الحرائق حريقه وحريقه وحريقه يعني كاين واحد كاين مجموعه ديال الناس خذوا كريديات قروض من عند الابراك دابا حتى دوك الدفعات ديال تسديد القروض ما قدرش يوصلوا ملي رجع لهنايا دابا عليه رجع عاوتاني هنايا تسلف قرض اخر باش يبني وباش يتحول لهنا ملي جا لهنايا ما كاينش باش تيصور حتى شي حاجه يعني ما عندوش باش يخلص القروض. لا لا حنا خويا حنا الناس ديال سوق ساعه والسوق الصالحين كنفرشوا هادي راه قريب من اكثر من 40 عام كاين خوتنا كاين عائلتنا كاين والدينا كاين هاد الناس شحال من واحد غادي يتشرد مسكين في هاد السوق وحنا بغيناهم يعطيونا سوقنا مدرجي ويديروا لنا السوق مقنن والسوق يكون نقيقي حنا ما باغينش الفوضى ما باغينش داكشي باغين حاجه تكون نقيقيه حنا بغينا مدينتنا تكون نقيقيه بغينا مغربنا يكون نقيقي بغينا البلاد تكون تزيد لقدام بغينا الناس نتقنوا ما بغيناش نبقاو مشردين. جاو عندنا في 2013 حصاونا حنا كاملين دابا منين جات 2020 بغاو يقصيونا كاملين ما عرفناش كاين الحوانت كاين اللي جاو مارت جاو من الرباط كاين اللي جا من كازا كاين اللي من جا من هادي استافدوا في الدوار وحنا ولاد سلاب اخص ولاد سلاب ولاد ضحيه ديال الدوار جديد كلشي ضاع لا شباب ولا ناس كبار هما كتشوف ناس كبار كتشوف ناس كاين المسكين اللي ما عندوش مصدر عاد المعيش يوميا من هاد السوق هذا كيعيش وباش يقري وليداتو باش يناظر على هاد البلاد ما باغي صداع ما باغي مشاكل ما باغي والو باغي مسكين عم صدر العيش. دابا حنا حالو اختي راه جاير سيمانه وسيمانه عطاوناهم وقاولونا سيروا سيروا للسماره جينا للسماره حطينا فرشنا خلونا فرشنا نهار اثنين غفلونا سير دبر راسك صافي هادشي حنا ما عارفين لهم تمشي حاجه من السلطات يديروا لنا حنا سوقنا مدازي ومحصيين ومعروف الناس ديال السوق راه ما يطفل علينا حتى شي واحد معروف ديال الناس محسوبا برمشه عين يعطيونا حتى حنا نصدقوا الله بحالنا بحال الناس حنا ما باغين والو باغين عام مصدر العيش مصدر العيش راه عتقن ام ديال الناس كاين اللي مسكين ما صاب ما ياكل اش يمشي اش يدير اللي كيقول لك هذاك مجرم باش خرج في الاجرام راه ما لاقيش ما ياكل حنا خاصنا حنا بينا الضعاف نصرحوا راسنا نقادوا راسنا نعيشوا ونزيدوا علاش ما نديروش راسنا حياه إلا بقى بنادم غادي هذا المصدر هذا إنسان هو مسكين عنده 17 ولد ولا 12 ولد فينا هما لا ولاد لا هو كاين اللي مسكين هاكا كاش عايدير أتعب المركب ما كيلقاش باش يركب إلا ما لقاش مسكين وحنا بيناتنا حنا الضعفاء راه كنساعدوا ونتعاونوا وكنطلبوا من هاد المسؤولين ينظروا على واحد شوية راه والو قطعة أرضية وحنا كنطالبوا من هاد رئيس الجامعة رئيس الجامعة ديال العدالة والتنمية ديال العداله حيدنا حنا ماشي كنقولوش عداله والتنميه العداله والتنميه المطالب ديالنا صافي كان معنا الزرق لبان المطالب عطانا فين الارضيه عطانا فين نخدموا جا هاد السيد هذا قلعونا من هاد الارض صافي حنا العداله والتنميه راه ما عندناش مع السلطات عندنا مع الناس ديال العداله والتنميه يعطيونا حتى حنا فين نفرشوا يعطيونا مصدر العيش حنا ما باغينش حتى شي حاجه وعاش الملك وعاش سيدنا وعاش ربنا وخونا وكل شيء وشو بحال هاد الناس دراوش راه ما باغين والو كنحبوه وكنبغيوه وكنبغيو هاد البلاد. الناس متضررين ديال سوق ساعه حنا الاولين تنفرشوا تما قبل القيصريه حنا كنا تنفرشوا تما قبل ما تكون القيصريه وجابونا ومشينا تنفرشوا تما كاين والقايد قالنا سيروا السماره جينا السماره هنا نفرشوا جينا هنا نفرشوا قالك رجعوا لبلايصكم رجعوا لبلايصكم وقت اللي رجعنا للبلايص ديالنا قلنا عاودوا رجعوا للسماره وقت اللي جينا هنا للسماره انا نفرشوا فرشنا سيمانه وقت اللي فرشنا سيمانه تفاجئنا قلنا هبطوا لحي الرحمه هبطنا لحي الرحمه تما كنفرشوا طلعوا لنا الدري ديال حي الرحمه ولات المشاكل. المهم قلنا القايده ترجعوا لعند القايد ديالكم ديال حي كريمه ملي رجعنا هنا راه مازال ما داروا معنا حتى شي حل حنا راه مضرين انا اصلا كاري وعندي جوج وليدات هاد الناس كاملين تتشوف كلهم بوليداتهم كلهم ضرورين حنا سيمانه ما خدمناش حنا بغيناهم يديروا معنا دابا شي حل والعيش الكريم هادشي اللي بغينا الله يجازيكم بخير وهاد الكلام وصلوه للمسؤولين الله يرحم والدي شكرا.
ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.